أبشع الجرائم في العالم. القتل جريمة مروعة، ولكن بعض جرائم القتل تكون أكثر بشاعة وإثارة للقلق من غيرها، خاصة عندما تتعلق بقتلة متسلسلين أو تعذيب أو تشويه أو أكل لحوم البشر. قضية جاني دي بالما. جاني دي بالما كانت فتاة تبلغ من العمر 16 عام، اختفت في 7 أغسطس عام 1972 بعد أن أخبرت والدتها أنها ذاهبة لزيارة صديق في نيوجيرسي، ولكنها لم تصل أبدا إلى وجهتها، ولم يتم العثور على جثتها إلا بعد 6 أسابيع من قبل أحد المشاة في منطقة تعرف باسم أسنان الشيطان. كان جسدها متحللا بشدة ومحاطا بأشياء غريبة مثل الصلبان الخشبية وعظام الحيوانات والشموع والنجوم الخماسية، وزعم بعض الشهود أنهم رأوا علامات السحر أو الطقوس الشيطانية في مكان الحادث. وحكمت الشرطة على وفاتها بأنها جريمة قتل، لكنها لم تحدد مطلقا أي مشتبه به أو أي دوافع، كما نفوا شائعات التورط الغامض ووصفوها بأنها لا أساس لها من الصحة. ومع ذلك يعتقد بعض السكان المحليين أن جانيت قتلت على يد طائفة دينية أو على يد شخص يمارس السحر الأسود. جون جورج هاي. كان جون جورج هاي قاتلا متسلسلا بريطانيا نشط في أواخر الأربعينيات، وكان يتخلص من جثث ضحاياه عن طريق حرقها بحامض الكبريتيك، مما أكسبه لقب قاتل الحمام الحمضي. لقد اعتقد أنه بدون الجثة لا توجد جريمة، وأنه يمكن أن يفلت من جريمة القتل. قادت غطرسته إلى سقوطه عندما قاد الشرطة إلى بقايا ضحيته السادسة والأخيرة، أوليف دوران ديكون البالغة من العمر 69 عام. لقد قتلها من أجل أموالها ومجوهراتها وأذاب جسدها في برميل من الحمض، لكنه فشل في تدمير أدقم أسنانها التي عثرت عليها الشرطة مع أدلة أخرى. وأثناء محاكمته أدعى هاي بالجنون وأصر على أنه شرب دماء ضحاياه، وأدين في عام 1949 وشنق بعد بضعة أشهر. روبرت بيرديلا. كان روبرت بيرديلا قاتلا متسلسلا أمريكيا قام بتعذيب وقتل 6 رجال في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري. كان يعرف باسم جزار كانساس أو جزار مدينة كانساس بسبب أساليبه الشنيعة في قتل ضحاياه. تم القبض على بيرديلا عندما تمكن أحد ضحاياه من الفرار وإبلاغ الشرطة. فتشت الشرطة منزله وعثرت على صور لضحاياه إلى جانب جماجم بشرية وعظام أسنان وأدلة أخرى. اعترف بيرديلا بجرائمه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، وتوفي بنوبة قلبية في السجن في عام 1992. الأخوات بابين. عملت الأختان الفرنسيتان ليا وكريستين بابين كخادمتين مقيمتين لدى عائلة لانسلين في فرنسا في عام 1926، وكانتا هادئتين ومتحفظتين، وقمن بعملهن بكفاءة وأقمن مع العائلة لمدة 7 سنوات تقريبا. ثم في إحدى ليالي فبراير عام 1933 قامين بقتل أصحاب عملهن بوحشية. عاد السيد لانسلين الذي كان ينتظر زوجته في منزل أحد الأصدقاء إلى المنزل ليجدها وابنتهما ميتين على الأرض وسط بركة من الدماء. تم اقتلاع أعينهن وتحطم وجههن، وتم حبس الأخوات بابين في غرفتهن. وبعد الحصول على صانع أقفال لفتح الباب وجدتهما الشرطة مستلقيتين على السرير ومعهما مطرقة ملطخة بالدماء في مكان قريب. اعترفت الأخوات بابين على الفور بارتكاب الجرائم أثناء وجودهن في السجن، وأصيبت كريستين بحزن شديد بسبب ابتعادها عن أختها، وعانت في النهاية من انهيار عقلي وحاولت اقتلاع عينيها وتوفيت في مصحة في عام 1937. وأطلق سراح ليا في النهاية من السجن في عام 1943، وتمكنت من الحصول على وظيفة في فندق فرنسي بهوية جديدة، وتوفيت في عام 1982. القاتل البروج. أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة ومراوغة زودياك كيلر. لقد عمل في شمال كاليفورنيا من أواخر الستينيات إلى أوائل السبعينيات، وادعى أنه قتل ما لا يقل
عن 37 شخص، على الرغم من تأكيد 7 فقط من الشرطة والجمهور. كما أطلق على نفسه اسم البروج، واستخدم رمز الدائرة التي بها صليب كتوقيعه. لا تزال هوية زودياك كيلر مجهولة، على الرغم من وجود العديد من المشتبه بهم والنظريات على مر السنين.